مهنة من أرقى المهد الإنسانية، بل وأكثرها رحمة وإجلال. ونظراً لأهمية الطبيب ودوره الأساسي في المجتمع والتخفيف من ألم المرضى وأوجاعهم، تفاعل المغردون اليوم مع خبر إجراء وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح لعملية جراحية معقدة تم من خلالها زراعة قوقعة لطفلة تبلغ من العمر 6 أعوام. المغردون أشادوا بهذه اللفتة الإنسانية الجميلة، مثنين على إخلاصه وتفانيه في العمل، حيث لم تمنعه مسؤولياته الكبيرة ومهامه الوزارية من مواصلة دوره الإنساني كطبيب جراح. وكان الأكثر تداولاً وتأثيراً صورة سيلفي التقطها الطبيب مع مجموعة من الممرضات اللواتي شاركن معه هذه العملية التي تكللت بالنجاح.